بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الاكرم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج. الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الليالي الاليمه ليالي شهاده سيدنا ومولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام الكلام عن علي بن ابي طالب كلام عن الخلود والبقاء والماثر والقيم الانسانيه والفضائل العظمى كلام عن الاسرار الالهيه واللطائف الربانيه والمعارف الحقانيه يقف الانسان امام هذا البحر الذي لا شاطئ له والبئر الذي لا قاع له وقوف العاجز المحتار الجاهل ومهما بلغ الانسان من جهد ومن عمل ومن سعي ومن تفكر ومن تدبر في فضائل هذا الإنسان العظيم فإنه يحوم حول الحمى الكلام عن علي عليه السلام كلام عن البقاء والخلود أرى الموت يحييكم وبعض الذي يمشي على الأرض يمشي بهم قبره تسد بهم للطين سود فعالهم وتسمو بكم للنور امكنة غرُّ رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح هذا هو العمر فما مات عيسى وهو يفترش الثرى ولا عاش قارون وابوابه تبر الكلام عن علي بن ابي طالب عليه السلام كلام عن مظهر الاسماء الالهيه فعلي سلام الله عليه مظهر وتجل لاسماء الله عز وجل فعلمه وحياته وحكمته وادبه واخلاقه واسراره وقربه من الله كلها اسرار ولطائف ورقائق ودقائق لا ينبغي للانسان ان يتهاون او ان يستهين اذا وقف امام هذا البحر واذا استقام الشيء قام بنفسه ومديح ضوء الشمس يذهب باطلا وصدق من قال من ائمه المسلمين ان عليا عليه السلام ممسوس بذات الله هذه الروايه تروى عن رسول الله صلى الله عليه واله قال احد الفقهاء في احد المذاهب حينما ساله ولده عن علي بن ابي طالب قال ماذا اقول في رجل اخفت أولياؤه فضائله خوفا وأخفت أعداؤه فضائله طمعا وملأ ذلك ما بين الخافقين يعني ماذا يريد أن يتحدث بفضائل ملأت الخافقين مع أن الجميع يسعى إلى إخفائها وإلى عدم البوح بها وعلى أي حال أيها الأحبة فنحن في مدرسة اهل البيت عليهم السلام نعتقد ان الكلام عن فضائل علي بن ابي طالب عليه السلام عباده. نعتقد ان سبر اغوار مقامات امير المؤمنين عليه السلام علامه من علامات المؤمن. والحق الحقيق ان هذه القضيه لم تكن عند الشيعه فقط، انما كانت حتى عند اخواننا في المذاهب الاخرى، ولذلك كان من دأب العلماء سواء كانوا من العامة او الخاصه ان يكتبوا في فضائل الامام علي الان انت بامكانك ان تذهب الى المؤلفات الاسلاميه سترى ان هناك شيء اسمه فضائل الامام علي كل العلماء كانوا يكتبون فيه اغلب العلماء كانوا يكتبون فيه حتى يعني من علماء العامة مثل فضائل الامام النسائي هو فضائل الامام علي يعني يتكلم عن الامام علي تاليف الامام النسائي و وغيره يعني كانت فكره الكتابه في فضائل الامام علي فكره مشهوره عند الجميع. نعم الان في مدرسه اهل البيت عليهم السلام تقريبا الامر شائع، يعني كثير جدا من العلماء من كتب في هذا المجال، حتى وان كان الموضوع مكررا، يعني احيانا الواحد يقول طيب ما هي الفضائل المعروفه فلماذا يكررونها؟ في الحقيقه يكررونها احيانا للترسيخ حتى تترسخ. واحيانا يكررونها لانفسهم، هو الانسان من يكتب عن امير المؤمنين فهذا سر من اسرار التوفيق. يعني نحن نعتقد في مدرسه اهل البيت عليهم السلام الكلام عن فضائل الامام علي عليه السلام باب من ابواب العنايه الالهيه وسر من اسرار التوفيقات الالهيه، ولذلك تشوف أن العلماء والمتعلمين و طلبه العلم والخطباء وغيرهم يكتبون يكتبون في فضائل الامام علي، يتحدثون عن فضائل الامام علي حتى ولو كانت هذه الفضائل قد ذكرها غيرهم، فالقضيه احيانا تتعلق بنفس الانسان انه اذا تكلم عن فضائل الامام علي نال قدرا كبيرا من التوفيقات. ومرد ذلك وجذره في سيره رسول الله صلى الله عليه واله فنحن اذا قرانا سيرة نبينا صلى الله عليه واله نجده قد تحدث كثيرا جدا عن علي بن ابي طالب وفضائله ومناقبه وكراماته ودرجاته وعلمه وقضائه وحلمه وفكره وعبادته وزهده الى اخره، وهذه سنه يعني جرت عند حتى اصحاب كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله كانوا يروون عن فضائل الامام علي ويتحدثون عن فضائل الامام علي عليه السلام. ولدينا روايه تروى عن رسول الله صلى الله عليه واله مضمونها انه قال من قال قال من قال فضيله من فضائل علي بن ابي طالب غفر الله له ذنوبه التي ارتكبها بلسانه ومن سمع فضيله من فضائل علي بن ابي طالب غفر الله له ذنوبه التي ارتكبها بسمعه ومن راى فضيله من فضائل علي بن ابي طالب غفر الله له ذنوبه التي ارتكبها بعينه بمعنى ان هناك دفع نحو إشاعة ثقافه فضائل امير المؤمنين، يعني من نقرا في سيره النبي، في سيره الائمه، في سيره العلماء، نشوف انه كانوا يحاولون يعلمون الناس شلون ينشرون فضائل الامام علي عليه السلام، ويتحدثون بكل التفاصيل. عن فضائله عليه السلام ويقفون وقفات متانيه ويشرحوها ويبينوها، الان لدينا كتب كثيره تتحدث عن فضائل الامام علي مشروحه، يعني يشرحون الفضيله وهيك ولذلك عندنا روايه انه زينوا زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابي طالب، الامر هذا كبير انه من تقعدون تتحدثون تحدثوا عن فضائل الامام علي وتكلموا عن فضائل الامام علي يعني ايش قد لطيف انه لما اخوان مثلا قاعدين جماعه اصدقاء قاعدين في بيت معين في بيتهم في المقهى في المسجد في الحسينيه في السياره يقعدون التقوا في عشر شباب التقوا اول ما يبداون بكلامهم احنا اول ما نقعد بكلامنا نقول سلام عليكم عليكم السلام بعدين نقول مساكم الله بالخير الاخر يقول مساكم الله بالخير وهكذا ما اجمل ان نشيع هذه السنه الطيبه انه احنا من نقعد ورا ما نقول ساكم الله بالخير شلونكم شلون صحتكم اول ما نريد نبدي قعدتنا نبدي على اول واحد اول واحد اول واحد يروي روايه عن الامام علي فضيله يعطينا فضيله من فضائل الامام علي يقول علي بن ابي طالب وصي الرسول مثلا فقط هاي هاي فضيله اللي بصفه ينطي فضيله ثانيه علي بن ابي طالب زوج البتول الثالث الضارب بالسيفين الرابع الطاعن بالرمحين الخامس المصلي الى القبلتين السادس فحل الفحول الى قال عباب خيبر قاتل عمرو بن ود آه كذا 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 فضائل انشيع ثقافه فضائل الامام علي عليه السلام ما اجمل اشاعه هذه الفكره انه احنا نقعد نبدي او مثلا انت في مواقع التواصل عندك مثلا في جهازك مجموعه من الجروبات والمجموعات وكذا انشر يوميه فضيله من فضائل الامام علي على صفحتك في صفحتك في الفيسبوك على كذا انشر يوميه قل شيئا تكلم شيئا اذكر شيئا شيئا يتعلق بامير المؤمنين سلام الله عليه هذا له اثار معنويه كثيره له اثار كبيره جدا وفيه اثر فيه اثر اثر كبير يعني الانسان اذا تامل فيه سيجد خيرا خيرا كثيرا طبعا لدينا روايه جميله في هذا الشان واحنا لحد الان جاي نتكلم في يعني في بدايات الموضوع في بدايات هذه الحلقات الرواية تقول إذا اجتمع اثنان اثنين قعدوا إذا اجتمع اثنان وتذاكر فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام قعدوا اثنين يسولفون عن الإمام علي واحد يتحدث عن أخلاق الإمام علي الثاني يتحدث لنا عن شجاعة الإمام علي الثالث اثنين الرواية هكذا تقول إذا, تحدث إذا اجتمع اثنان وتذاكر فضائل علي بن ابي طالب نزلت عليهم الملائكه تدعو لهم وتصلي عليهم وتستغفر لهم الى أي يتفرقا يتفرقون فاذا تفرقا صعد هؤلاء الملائكه الى السماء فتتلقاهم ملائكه السماء يتلقونهم فيقولون لهم اين كنتم؟ وين كنتم؟ فيقولون كنا عند قوم يتذاكرون فضائل علي بن أبي طالب فيعني في يقولون لهم من أين لكم هذه الرائحة الطيبة في الرواية من لكم هذه الرائحة فيقولون لهم كنا عند قوم يتذاكرون فضائل علي بن أبي طالب فيقولون لننزل إليهم فينزل جماعة من الملائكة إلى مكان هؤلاء فيجدانهما قد تفرقا راحوا كل من راح الأهل فيجلسون في مكانهما يصلون عليهما ويستغفرون لهما ويدعون لهما إلى يوم القيامة الكلام هذا مهم إخواني أنه هذه ثقافة موجودة في تاريخ الإسلام الكلام عن فضائل علي بن أبي طالب ولرب سائل يسأل يقول شنو الداعي من هذا الداعي أولا لإحقاق الحق وثانيا حتى نتخلق بأخلاق علي بن ابي طالب ونسير على هدي علي بن ابي طالب ونقتدي بعلي بن ابي طالب، نعم نحن لا نستطيع ان نصل الى عمق ذلك الكنز الدفين وهو روح علي بن ابي طالب، ولكن نحاول يقول علي بن ابي طالب في نهج البلاغه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ثم تقدرون تصيرون مثلي ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد والآن أنا لست بصدد بيان هذه على أي حال هذه المقطوعة شنو ورع واجتهاد وعفة وسداد أعتقد أننا مررنا عليها في حلقة سابقة. المهم اخواني ما نريد ان نقوله ان هناك اهميه بالغه لفضائل علي بن ابي طالب ولمناقب علي بن ابي طالب. دعونا نتحدث عن بعض فضائل امير المؤمنين من البدايه يعني من البدايه. كيف يعني من البدايه؟ احنا نعتقد في روايات اهل البيت ان لاهل البيت جنبه نورانيه قبل ان يخلق الله الخلق. هذه عقيدتنا، طبعا احنا ما نجبر الناس ان يؤمنون بها او ما يؤمنون بها، احنا نعرضها. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا مو شغلنا. احيانا تنطرح بعض الفضائل لاهل البيت فتصير اعتراضات. شلون؟ وهذا العقل ما يتحملها وهاي شلون؟ اخر انا مو واجبي اقنعك لا لا انا واجبي اجيب لك النص اعرضه عليك اذا عقلك ما تحملها فانت روح وسع عقلك روح ابحث ليش روح ابحث ليش انا هذه احنا يعني عندنا اشكاليه مشكله حقيقه وهي ان الناس يعتقدون ان اهل البيت طبعا اكو ناس يعتقدون مو يعني خلص الشيعة لا يعتقدون بذلك هناك من يعتقد بانه اهل البيت هو هذا خلقهم الجسدي هو هذا. احنا في مدرسه اهل البيت ما نعتقد هذا الاعتقاد، احنا نعتقد ان الله خلق ارواح اهل البيت قبل ان يخلق اجسادهم. يعني اكو عوالم سابقه لهذا العالم، اكو نشآت سابقه لهذه النشاه اهل البيت مخلوقين بها. فلما احنا نتحدث مثلا فضائل الامام علي عليه السلام في بدايه الخلق، اوقف اوقف شنو في بدايه الخلق؟ شلون هو وين كان مخلوق هو غير ادم قبله غير نوح قبل نقول له لا احنا نعتقد ان روح رسول الله مخلوقه قبل الارواح ارواح الائمه مخلوقه قبل الارواح فاحنا من نتحدث عن علي بن ابي طالب مثلا مثلا نقول مثلا ادم توسل بالكلمات والكلمات هي اهل البيت يقول اوقف اوقف ادم قبل الكلمات نقول له لا يا اخي اهل البيت اهل البيت ارواحهم قبل خلق الخلق هسه انت عندك مشكله في بيان انه يمتن خلقه احنا في عقيدتنا ارواح الائمه مخلوقين قبل الارواح والحقيقه هاي مو بس عقيدتنا هاي مو بس عقيدتنا هاي حتى عقيده بعض علماء العلماء اخواننا ابناء العامه مثلا في صحيح البخاري وفي غيره من الكتب موجوده روايه انه لما سال جابر بن ابن عبد الله الانصاري رسول الله صلى الله عليه واله ساله ما اول شيء خلقه الله يا رسول الله فقال له النبي نور نبيك يا جابر يعني نور النبي مخلوق قبل أن يخلق الله الخلق أن يخلق الله الخلق وبالنتيجة فإحنا نعتقد أنه أهل البيت من نور رسول لهم نور واحد فهذا النور مخلوق قبل الخلق فلما أنا أجي أسولف لك أقول لك مثلا وذكره فلان آه ذكره آدم ذكره كذا تقول لي أوقف كم هو مخلوق قبل شلون وراء نقول لك لا هذا جاي جسدا وراء لكنه روح المخلوق قبله على اية حال الان انا لا اريد ان اقف على هذه الاشكاليه وارد ارد عليها هذا في الموضوع يعني على أي حال اخر. لما نتحدث عن فضائل اهل البيت عليهم السلام فنحن نتحدث عن فضائل عاليه، يعني نتحدث عن عوالم سابقه. نحن لا نتحدث عن فضائل اهل البيت في آه هذه النشاه فقط. و... ولذلك اللي اريد اقوله هنا انه بعض الناس يحصرون يحصرون الكمالات، المقامات، الدرجات، العلوم، الاسرار، المعارف، الاحوال، اللطائف، الاشارات، الدقائق، الحق في عالم الدنيا، وهذا كلام غير صحيح. هناك عوالم سابقة لهذا العالم لدينا عالم العقل لدينا عالم المثال لدينا عوالم أخرى ينبغي على الإنسان أن يلتفت إلى هذه كلها إلى هذا الكل المجموع يلتفت إليه التفاتة مهمة ثم يبدأ يبحث عن المقامات لهذه الأرواح العليا قبل هذه النشأة وقبل هذه الدنيا نكمل هذا المطلب إن شاء الله تعالى في الحلقة القابلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام وعظم الله اجورنا واجوركم بهذه الايام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين